عاملينه ده كده الارض هنا وليه السنتريفيوج دي مش كده اللي يديله بسنتريفيوج فين هو اللي وصل لها قبل ما تشوف 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 فوق ولا تشوف تحت خلاص يبقى رسم الكام مفروض ده هو اللي وصل بعدين نقول هنا البعض انتي فيش مع الكام سبب ده بروجكشن بينهم بالظبط كده فالوصل ده بنرسمه على البورد كده خلاص السوبيل والشلف موجود ايه؟ اللي هو السوبيل واللي تحت ده الفيل السوبيل هو اللي وصل مع الفيل فيش واللي فيه مع تريجوي بيلاتريكس ايه؟ لسه انا كنت بقى مع الفيل اللي حصل اللي جاب ليه كل واحد معانا مش هيحضر النهارده يبقى معاك جمجمه بتاعته اللي بيتفرج عليه واللي ما يحضر النهارده مش بص مع جمجمه زميله اللي هيبقى موجود الحصه الجايه يبدا جميل pero
هيدا شغل ميدل ميدل الارض اللي هي تحت مبدا سوبر 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 ما هي منها شغل ميدل ميدل الارض ريد اولى وثانيه وثالثه طالب سنسات وطالب طبعا معاه ولد في امتحان يخليها في ايده بقى عشان الناس مش تقعد كده دلوقتي بس هي بعد كده هتقعد 89 حصل بتشتكي كده صارت طيبه على فكره كل واحد فيها ولد تنقله اللي يديك ولد بعد كده مين تاني يخش بعد كده ولاد قالوا ولاد مدي بنت الارض السؤال مهم جدا 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 ريتن قوي 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 يعني فلازم نذاكر كويس قوي 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 مدي بنت الارض ذا بيتش في الفيرست بارت بتاع الجي ار يبدا بقصه اسمها مين بروتوكول قصه واسامي نخش السكال على تاني فورم اسمها فورم الاولاد فاينل الارض بنسميه ولاد ميدل جنينجيا الارض بنسميه ولاد ميدل جنينجيا الارض اسمعوا كده شويه هذا الارض بيروح الراجل وعاملين كده مع بعض وده اورفيت زي جمال الارض دي مجهله كان فيها فرق اوفال فرق اسمها فرق الاولاد فاينل اسمعوا كويس قوي عندنا هنا في عضله رايكه اسمها عضله رايكه دي بنسميها ولاد لا تاكسيدويه المجزيل الارض ولاد مش عند اللور بوردر بتاعها ذا فيرست بار بيطلع منه برانشز وميدل مين يسن من تحت لفوق يخش السكالا تاني فورم اسمها فورم سباينوس الارض بتطلع طالع من تحت لفوق يمشي دي للعضل اسمها لاتر ترجوي يبقى قدام غير بيبين او اسمه مانديكولار نيرف ومتحوط في نيرف اسمه اورينتيروس كامورال نيرف محزمه يبقى الارض بتطلع من تحت لفوق ذا فيرست بار بتاع المجدري هيسن عشان يخش السكالا فورم اسمها فورم ايولاب لما تبدا سباينوس خش تتكلم فورم سباينوزا يبقى قدامه نيرف تخين اسمه مانديبل هلا فادي يا بايز بعد كده ولاد بتحدد بين نيرف اسمه ولاد اوريك له قدام الدكتور فادي يا ولاد تخش في الجدار جاي الكاميرا هتدرس الساعه 8 ونص و5 فطبعا اخره يعني كده اطمن عليكم ما تمشوا على طول ما تسيبوش كل واحد لابس كمامه ولا مش لابس كمامه وكده يعني الدكتور فادي هيكتب اسمه في الورقه انا يا ولاد على السريع تاني ولا كفايه كده؟ انا اكلم الدكتور باسم هقول له قريبك بقى بعد كده ولاد مش عايز اتريق على حد والله النوم يا صار اصحى يا صار انا بعد كده ولاد اسمع اللي جاي فالارض السعوديه من النيجر الارض اخش اتكلم فورم اسمها فورم الاولاد باي نوم بيخش فصه اسمها ميد الكلينيا فصه اسمها ولاد ميد الكلينيا فصه الكتاب الارض لما بيخش الكتاب في البيت الكبير بص ولاد بيروح لاد اند فورورد فورورد بتاع البص الناس اسمها كويس قوي الارض يخش السكال من فورم اسمها فورم سباينوزا فورم سباينوزا بتتفرج على بص اسمها ميد كرين لما الارض يخش العض يمشي فورورد اند لاد على الفلور بتاع البص يمشي فورورد اند لاد في الفلور بتاع البص يمشي فورورد اند لاد في الفلور بتاع مين يا ولاد البص مهم جدا انت عارف ان ماشي اكسترا ديورا بين الديورا وبين العض بين الديورا وبين العض بين الديورا وبين العض الارض ده لما بيمشي حوالي 2 سنتيمتر الدسم بتكون دي بيجا دوان انتير وان يا ولاد والسين الارض سميته ميدل مينج الارض اسمه ولاد ميدل مينج الارض لو دي سكال بس ده من جوه الكلينيا كامت من جوه حتى سرحان لان دي في الاسكال من جوه كده ولاد ادي بتروس بوم دي فورم اسمها سباينوزا كانت قدامها اوبان الارض بيخش الاسكال من فورم سباينوزا مش على العظم كده ده ميدل مينج الارض اسمه الانتير برانش وسين الارض الكلام نقدر نقول مع بعض ستين الارض دخل سكان من فرق اسمها فرامينج سباينوز مشي على البول مشي على البول مشي على البول في الفلور فور وايه بلاك بعد ما مشي مسافه صغيره قصه الكاف بين الاولاد وان انتير وان يا اولاد والسين الارض جوه سكان اكسترا ديور لما بدا خرج من جوه بدا في فصه اسمها الفصه دي انفرا تمبر فصه واحد بدا في الانفرا تمبر فصه اسندت اب شويه لتر كده قالوا كده هو اللي طلع شويه ميديا سوري ما خدش فرق اسمها فرق يا اولاد سباينوز هو داخل فورم الاسبانوزا قدامه نيرف كبير اسمه مانديبس بتحط نيرف اسمه ريكو تيم سوبرفيشال ليها عضله اسمها لاتر تلجوي دخل سكان من فورم الاسبانوزا بلا روح بصة اسمها البصة دي ميدل هي بص مش على ارضها فورورد لاند مش على ارضها فورورد لاند ماشي بره الديور وبعد ما مشي حوالي 2 سنتيمتر اتكسر بكام ديفيجن يا ولاد 2 وان افتيل وان يا ولاد بصين حط بص كتاب لحظات سيبوا كتاب لحظات الارض بعد كده وجاي لما دخل سكان اسهم طلع احمر فور فور ازرق كده جوه سكان اعمل ايه الارض بتاع نم الانتيريور اسند ابر اند لاف ابر فور كده يوصل لغايه نقطه اسمها تاني بعد كده ابر باك لنص المسافه بين الميديوم والان كلنا نعرف ان ده اسمه ايه؟ ده اسمه ان
ده اسمه ايه هيك وده اسمه ايه. فالارض طلع ابورد جت منطقه اسمها تيريون، ومن التيريون ابورد باك المنطقه اسمها ولايه نيس، لان الارض دوت انتيك. البوستير بيطلع ابورد باك رايح منطقه اسمها هولندا، تاخد فيها سبع لندا زمان. طب انا سالت مين اللي يبقى الارض بتاعنا بتاخد كام قسم بكام بين الولايات الاثنين انتير وبوستير. الانتيريور اسدت ابورد فور المنطقه اسمها تيريون، اما البوستيريور ابورد باك والتلات من منطقه اسمها لندا. الانتيريور لما بيوصل التيريون بيكمل يوصل لنص المسافه بين مين ومين يا ولاد؟ نيديون وان. كان ما قلناش حاجه. الميدنجر ارك ايه؟ ده برانش من الفيرست بارت اوف ماكدلي، برانش من مين يا ولاد؟ فيرست بارت اوف ماكدلي، كلام كويس قوي. الميدنجر ارك الناس الصح يا ولاد هنخش الاسكان الفرو اللي اسمها فورامين سباينوز. الميدنجر ارك لما بتدخل اسكان ماشي في الفلور بتاع فصه اسمها ميدل اللي هي فصه تمام. الميدنجر ارك ماشي اكسترا ديور، المهم جاي ان الارك بره الطيور بين الديورا وبين البول دي مأساته. الارض بعد ما مش اكسترا ديورر شويه اتسم لكام ديفيجن يا ولاد؟ 2 1 انتير 1 بوستير. الانتير بيطلع ابورد النقطه اسمها تيريون، بعد كده ابورد باك لنص المسافه بين النزل والان، اما البوستير بيرجع باك بتاع النقطه بس يا ولاد لامدا بتاعتي. الكتاب الجديد دي كتابين في الكليه مات. طبعا الكتاب كتب الموضوع بطريقه غريبه جدا، ما حدش نص الكتاب لغايه ما نشرح الفورمه. قال عايزين نعمل سيرفيس كاركتر لهذا الارض. اولا بالنسبه لي الارش ده اسمه زي جمادها لما نيجي نتكلم نقول في فرق من اسمها فرق من سبينوزم في السكال. فرق من سبينوزم دي اللي حط فيها القلم لما ده زي جمادها ارش تقريبا هي عند المتصل بتاعي. يعني نفسي اكتب ايه؟ نفسي اقول لو انا حطيت ايدي هنا كده في دماغ من الاب حددت زي جمادها ارش بتاعي حطيت نقطه في المتصل وخرجت ودخلت انا اروح هناك على فورم اسمها فورم اسبانوز مكان ما الارض لازم يخش مين يا ولاد؟ اسكت انا بحط نقطه هنا عايز اعمل سيرش سيرش عارف كويس الارض جوه الجمجمه ماليش دعوه فيه بره الجمجمه عايز جوه الجمجمه هل انا بعد ما عملت الكلام ده شوف انا عملت سيرش ثلاثه من ازاي محدش يبقى سامحاني لو دي راس الراجل الناس الصح كده انا كويس ده اوربت وده زي جمال الارض حط نقطه في نص زي جمال الارض هل النقطه دي تقابل فورم اسمها فورم اسبانوز مكمل الارض اللي احنا سكاي الارض تعمل الفرس بارت اوف ماكدينر اللي كانت فورمز بنوتا بتنش الحته دي اللي مش عامل فيها عمليه بدات اعمل الكورس بتاعه جوه السكاي عملت سيف سلام مكانها شوكه وكوتشينو ارضي حط نقطه في نص زي ما انت عارف نقطه فوقها بس تعالى قدام شويه 2 سنتيمتر طبعا كان دي نقطه ابوب اند فورورد 2 سنتيمتر بوابين الكلام بوابين لان كلمه فورورد ممكن تبقى فورورد تحت او كده ممكن تبقى فورورد فورورد هي المفروض احنا كنا الدور الابراهيم بتاع الاباط بس. احط نقطه ثانيه. النقطتين دول يمثلوا الارك اللي لما دخل سكال قبل ما بتدس الانتيريور ديفيجن و السين. انا احط نقطه عند التنيوم واوصل بينهم خط. ده بس تاني ديفيجن اللي هي السين. انا كنت من النقطه من انطوليا عند الارك. انا طيب احط نقطه عند التنيوم ونقطه عند نص المسافه بين النيزل والان. وصلت خط بينهم ده تاني عند ديفيجن اللي هي الانتيريور. عايز اعمل الارك بتاعي تاني. عملت سيرش ثلاثه من بص من الكتاب. عملوا سيرش ثلاثة ازاي؟ لاش زي جمال حطيت نقطة في النص. قالوا النقطة دي ليه؟ قالوا أصل النقطة دي لو خرجنا ودخلنا جوه اللي هي فورمال سباينوزا اللي تقابل المكان ده كله جمجمة. قال لي أنا 2 سم حطيت نقطة هنا ليه؟ قالوا المكان ما يتقسم. يبقى ده الحتة قبل ما يتقسم. من النقطة اللي أنت قبل ما يتقسم عند هنا كده لنقطة اللمدة ورا. ده مثل أنهي ديفيجن في قصير. قال طب نقطة الانقسام للتانيون بنص المسافة ده يعني ديفيجن الولاد التين وانا ارجع اسال سؤالين بقى الارض عشان تعملوا سيرفس تعملوا سيرفس الارض في الدنيا تاني عشان الكلاب عمل خلطة غريبة او اللي بقى راح اي كتاب قالت خلطة بنصلحكم من تعليل الحفظ بس الغباء مذاكرة فنسمع الاول قبل ما نتغلى الغباء اللي هيقول فتاني هم بعض عمل سيرفس الارض الارض تاني ده يعني ارش الولاد زي جماعة نقطة في النقطة بعض 2 سم نقطة تانية حط النقطة دي للم النقطة الثالثة أجي من نقطة الانقسام للبيريون للنقطة اللي في النص يبقى عملت 30 ديفيجن واير وبصير فيك الحمد لله يا رب بصمت. تعالى بقى نشوف الكلام. الكتاب وصف الار 3 بطريقة الأتية. طبعا استهباك يعني كان المفروض يفصل الاثنين عن بعض انما خلط سيرفس اناتومي خلط سيرفس اناتومي بكورس يعني الاثنين كتبوا مع بعض. الناس صح في الكتابة كده بتقول يا ولاد الار أول خمس ست أسطر وسط الأرض زي ما شرحناه واللي هو وسط فاكهة بالوان اسمه سيرفيس أنا. أنا فروم أبوين أند ذا ميدل أوف ذا
work hard, draw a line, a 2 centimeter line, directed upward and forward. طبعا كلمة forward كلمة بطيئة مش كلمة لها الفورورد طبعا لازم يبقى فيها انجل فورورد زاوية 50 و 60 زي ما انت بتطبخ كده المفروض دايما بنقول ابورد وبس انا بس بقول كده مش هشطب مش هتصلح مش هكتب تمام ما تقعدش في البيت مش كلمة لا تبقى بقى بتناقش موقف مع الشيطان ايه معنى فورورد واحطها فين ان في شاطين بتطلع الفرق فيه فبالتالي لما قبل السنة الثانية ما عندهمش شاطين صح الثانية بيدبوا ويخبطوا كده هي الأولى اللي فيها 20 طب سنة الثانية ولا فرقة معاك حتى ما بعرفش الكتاب فيه أنا بقول مش كده سيف؟ أنا بقول كده اللي بيحاول سيف ماشي حاجة زي كده إيه؟ سيف مرتين أول يوم أنا عارف إن بتاعنا الكتاب لسه بيقول لك سيف سيف لأنهم بتشتري موبايل وبتشتري كتب قالوا ماتوا موبايل أصلا اللهم إني صارت أنا بقول إيه؟ اللي ما بيتذكرش يستحق يتابع فيه أكتر من كده وإياك حد يقول لي إنه ما بيتذكرش للأحيان بس بعد From a point at the middle of the geometric arch, draw a line, 2 centimeter line, directed upward to form, subdivide it into 2 separate lines, multiple for the 2 branches of the arm, anterior branch. طبعا بيوصف بقى الكورس وما تشرحش الانتير برانش بيمشي ازاي. بشرح حضرتك سيف سلوت بيقول لك ايه؟ سيف سلوت a line drawing upward and forward towards the tail. Then passing upward the back towards the point, midpoint between mean or end, 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 معايا ولا مش معايا؟ يبقى هو كده بيوصف البرانش عن طريق السيف تمام يعني كده بدل ما يقول ان الارض مش ابورد فور بعد كده ابورد باك وخلص وهنعمله سيف ستاناتوس ان من نقطه الديفيجن للتالي من النقطه اللي فوق وخلط الاثنين مع بعض عشان يختصر المعلومات الناس معاك كتاب تاني ده في باراجراف مش موجود معاك اللي هو ايه؟ بص يا بوش اللي جاي ده بوش بقى اسمه ايه؟ عندنا بيت في السكال في سوتشر اسمه كورونال سوتشر والبرين البرين مخ اي واحد فينا سركت اسمه سنتر سركت الصور يبقى السكال فيها سوتشر اسمه كورونس والبرين في سوتشر سركت اسمه سنتر سركت بص معايا كده اي واحد فينا من قاعدين قدامي ما عدا واحد بس عندهم جوه السكال في برين البرين ده ايه؟ حاجه ممكن اقول جدا الواحد يستخدمه في حاجه كويسه كده استخدمها في فاينل فورد للريفليكس كلنا عندنا كده. انما في ناس عندها ايه؟ البرين اللي لازم هو اللي انت عامل كده الواحد بيفكر فيه بقى ويحتل روحه فيه وكده. البرين دوت عليه حفره مكتوب كده اسمها سنترال سايد. سنترال سايد. عضل الجمجمه نفسه في السوتشر اسمه حلو قوي. الارت اللي هو الانتير برانش اللي جوه السكاب. الانتير برانش اللي جوه السكاب ده علاقته ايه بالكورونا سوتشر وعلاقته بالسنترال سايد كده. هو مش دايما على حد منهم. انما هو بالنسبه للكورونال سوتشر وراء الفينجر برينتس. طب بالنسبه للسنتر سيركت اللي في البرين قدامه ده بالمقارنه يعني قدامه الفينجر يعني قدامه قدام بعرض قد ايه اولاد فينجر برينتس. يبقى بالتالي الكلام اللي كتبه في الكتاب بيقول ان الانتير ابر بارت بتاع الانتير ديفيجن. يبقى الانتير ديفيجن دايركت ابر فورورد بس ابر باك جوز ده. وان فينجر برينتس بهايند الكورونال سوتشر One finger prints in front of any circus, center circus of the brain. في كتب معاكم مكتوب كده في الكتاب مش مكتوب مش مهم في الكتاب تحطوا لها يبقى الابر بارت بتاع الايه؟ الانتيور ديفيجن. ابر بارت بتاع الانتيور ديفيجن في كتب ده. ابر يو بي تي اي ار. بارت تي اي ار تي. يبقى الابر بارت اوف انتيريور ديفيجن. About one finger breaks. Breaks يعني عرض صابع. كلمة breaks كده عرض صابع عرض صابع. About one finger breaks behind the coronal suture. And about one finger breaks in front. Hello? عليكم السلام ازيك يا دكتور عبد الرحمن صح؟ الحمد لله تمام.
يبقى القمر مارس على السيوبليت وان ثينك اوف ريت عاش بالصبر بعيد الكورونا فيوتشر وان ثينك اوف ريت ان فرونت اوف سيركس سوليت سنس اوف سيركس اوف ذا بين. طبعا الناس اللي قاعده قدامي تعرف البرين عليه حفر وارتفاعات. الحفره اسمها سيركس والارتفاع اسمه جايت. البرين بتاعنا بيبقى مش ماشي سموث الا بعض الناس. في ناس عندها برين كده برين قلب. حد شاف برين قلب هلاقيه ماشي كده. ده معناه ده عنده عالي ولا باطل؟ يا دكتور فاهم كده. انت بتهزر مع ليه؟ انا قلت سيب. لا 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 لو عملت المياه كل واحد كل برين مناوي. ده دليل على قد ايه حركه مفهوم. شوف ازاي شوف ايه؟ يعني هم لو كده يقول لك انت بتكلم على حد تاني انما هم ما بيحبكش. بعد كده سامع اسمعني الله يسعدك. بعد كده سامع من الثلاث ده بيبقى افضل ده الفرق عندك. يبقى الاثير بلاش بتاع الامريكا يا جماعه عشان يحل الطلبه الطلبه دايما. يبقى الارتك الارت المهم ريتك التاريخ ده غلط في حق الارض ده حق ربنا ربنا حاسبنا عليه. الارت ده ريتك في ثانيه وثالثه واي طريق في الدنيا. الارت الارت يعني الانتير بريش بتاع ميدل ايج ارت يا ولاد زي ما قلنا الارت دخل في كام بيراميد بقى بيراميد باي نوت قسمتوه كام بريش يا ولاد الاثنين انتير و سير الانتير يطلع يروح نقطه اسمها تيرن ومن التيرن يرجع ورا في نص المسافه بين النيزيون والان اللي هقوله على الفورد ده هيتكتب اجباري غير اللي احنا قلناه مش مكتوب في الكتاب يبقى الانتير بريش يا ولاد ده وصلنا كده ريليت انتير بريش ايز ريليتد is related. Is related to the pre-central guides which contain the motor area for الولاد. طبعا الناس اللي قاعده قدامك تسمع اللي جاي ما حدش سامحاني. Free Central Guide. Free Central Guide. الناس اسمها كويس. البريف بيبقى فيه حتت عالية بتتسمى جايرس يا سيدي. والتوتة بتبقى صلبة. تعلى جايرس، توتة صلبة، تعلى جايرس، توتة صلبة. يبقى سطح البريف بتاعنا عامل كده. أر طيب. الأرض ده بقى اللي هنا عندي ده اسمه أنتير برانش. قصته كالآتي. هلا بدو. لو جبت جوزمون تروح تشد يده من بره هتلاقي العظم. تكسر العظم تلاقي الأرض. بعد كده تلاقي طبعا اسمها ديورا مطر اركنوز مطر وبيا مطر. خش جوه تلاقي البرين. انهي جزء من البرين؟ في سنتر جايد. البري سنتر جايد ده حتى من البرين قدام السنتر سنتر قدام السنتر سنتر. البري سنتر جايرس جايرس قدام السنترال بري سنترال كونتيننج الموتور سنتر بيتحكم في الاذر سايد من الجسم. يعني لو الارض ده نزل هيعمل الدم هيماتوم يضغط بيه على المخ ياثر على الاريا اللي اسمها موتور اريا. راح تجيله شلل في الناحيه الثانيه من جسمه اللي طبعا انتوا عارفين الناحيه اليمين من البرين كنترول الناحيه الشمال الشمال كنترول اليمين يبقى كاني ما قلتش حاجه. المعلومه دي هتخش هنا وتبات جوه لغايه يوم موت. موضوع متاكد. هتمارس المهنه الطب مش هتمارس المهنه الطب لازم تبقى عارف الكلام ده. يبقى الانتيو برين ريت الانتي جزء من البرين لجايد اسمه بري سنتر جايد. يحتوي ايه البري سنتر جايد دوت؟ هناخد في الاستوديو الانرجي هنسمع الكلام ده. بس حاجه اسمها موتور اريا بتاع جسم الانسان. في خواجة اسمه فرودمان الراجل دوت مسك البرين قسمه ل 52 اريا منهم الموتور اريا اربعه دي وفي سنسور اريا 3 1 2 وكذا ايدوت اريا كذا يعني مسك البرين عمل له ماب وكل اريا في المخ ده رقم. الاريا اللي بيتكلم عليها الارض دوت وهو ماشي اسمها اريا 4 موتور اريا 4 جزء من البرين اللي موجوده في جايرس اسمه برين سنتر جايرس. الناس اللي بتتكلم مع بعض ده الانتيو فيجر بتاعهم. الناس المقابله اسم اللي انا بقوله وافهمه لو راح اتخلط على دماغه والانتيور ديفيجن ده رابتشر يعمل نزيف يضغط على مخه يضغط على الاريا اللي في مكانه ولاده عمل كده اربعه. طبعا الطلبه اللي قاعدين قدامي عشان تبقى مفيد لانسان في الدنيا تاخد ثواب. الارض ده مش بره ديورا اكسترا ديورا بين العظم وبين الديورا عشان كده بقول لما تشرح بني ادم شد جلد كسرت عظم تلاقي الارض تخش تلاقي ديورا اركينويد دي برين. الديورا بطل عامله زي البلاستر لازق الارض على الارض كده والارض ماشي بين الديور وبين الارض. الارض بدا ايه؟ هل النزيف ده يبقى فريلي ولا ليمتد نزيف؟ قالوا ليمتد واحده واحده عمال يخرج. ده دلوقتي واحد خبط على دماغه او اتقلب بيه عربيه
او اعمل حتة علي والارض القطر هديني الاعراض ال 100 متر ده. هاي هيقوم حتى يطلع بالعربية مقلوبة في طالع بطريقة متصادة الظهر كده وقام في وشي ولك ده تقول الحمد لله عدت على خير. طب انت ما توفيش على دي عدت على خير لسه ما عدتش على خير. الارض ممكن بدا ينف وبينقط. على من ناحية طويل التجمع ده من قبل كده يضغط بيه على المخ قال لك 6 7 8 ساعات. عشان كده الناس بتضرب على راسها او تقع من عالي او تتقلب بيها عربيه لازم نحط تحت الراس 24 ساعه. اسمعوا الكلام ده بدون جد. عشان يحصل ايه في الفتره دي؟ يقول لك هو هيلسي قدامنا زي الفل دلوقتي. ده ممكن الارض فين؟ يقول لك طب ما نقدر تضغط على المخ قدامنا على الكلام ده بسهوله جدا. ده لازم ينزل بيرج دول لان الارض الايز مزنوق. مزنوق بين مين ومين ولاد؟ الديوره والبور. على ما يقدر يعمل تجمع دمه بالكامل يدوس بيه على البين ياخد فتره طويله. وبالتالي دايما بننبه على اهل العيانين دول. لو العين ده بدا يزنق لكن هو يبوم بدا يصدع جامد بدا يبومت. البومتنج اللي بيحصل بومت اسمه صدر بومت. الواحد قاعد فينا يجي على السفر يحس بنوزه يا جماعه ما النفس يرجع حمام السفر فيه. انما ده العين يبقى قاعد طبيعي يقول لك هوب تلاقي غرق الناس حواليه كلها. هي كمان بتطلع انا بقول حاجات بس انا بقول ايه؟ انتوا كتير انا بس بصوت من وراكم وانتوا بتكسبوا صوت الناس اللي بتفيدوهم. فانا دلوقتي واخد صوابك من وراك بصراحه. لا اي واحد فيكم يقعد في قاعده يقول كلام فيه. الكلام ده اتعلمته سنه سنه. احنا النهارده هنستغل مع بعض. قاعد في مكان خبط عربيه. ضرب شوم على راسه وقع من حته عاليه. قالت دي عربيه يبقى الراجل لازم يتحط في الراس 24 ساعه. اوكي خلصنا من كده. الاعراض اللي انت دايما من غير ما تخض الناس لو بدا البني ادم ده يستفرد القلب بتاعه لازم يبقى قلب مفاجئ يبقى قاعد كده يقول لك انا استفردت من غير ما احس. ده معناه ان في بريشر جوه دي والبومتنج سنتر بتاع البرين هاي ديسيمتي اول ما يزيد الضغط على البرين البومتنج سنتر ده بيشتغل ده شبه البومتنج عند عيال عينه بدات تزلم بدا يصدع كلام منه. يبقى انا كده بتستفيد من الارض عشان يبقى بنطلع بمصلحه منه. الارض اسمه ريل من دمينج الارض من دمينج الارض تري لي انتيو بلان عيني تاني ما شرحتوش. تخش السكان من فورم اسمها فورم كابلات باي نوت مش القصه اسمها من الكيان مصر مش كور شويه ولاد في الفلور. بعد كده اتقسم لكام ديفيجن اثنين هنديله واب وسيل هنديله بيطلع ابرد لغايه نقطه اسمها التالي. هنا بقى تيجي تقول بس سيرفس الارت. وقلت لي التالي من غير ما تقول سيرفس الارت انت هتعتبر انا اصلا السيرفس الارت انت هتعتبر في الكتاب مكتوب في صفحه 10 لما 4 سم في 3 سم ونص لو حد فينا فاكر. فطبعا انت بتكتب ده العنوان اللي انت كاتبه فيه ده سيرفس الارت وتقول لي روح للتالي. طب انا دلوقتي لو انا واقف في الدرس ما شرحتش تاني قبل كده نص الناس كان بعد الدرس يقول لي قلت لي ان ده هجيبه ازاي؟ صفحه 10 من هناك كان لما نكتب التاني ازاي؟ قلت لك 4 سم باب الميد بتاع دايجمنت ارك. كان في سوشيال اسمه فرانس دايجمنت سوشيال. ارجع بقى 3 سم ونص يعمل نقطه في الطاقه يبقى النقطه دي مين تاني؟ اكتب فوق التاني ديسكرايب السيرفس دايجمنت بتاعه اكتب ايده عشان ما تنساش. يبقى التاني مين كان السيرفس دايجمنت في البيت تاني واكتب فوق على الصفحه 11 يبقى التاني لازم اكتب له سيرفس دايجمنت اكتبه من صفحه 10 زمان. وبالتالي لو حد سامحان هبتدي دي سيرفس الانرجي بتاعنا للناس اللي عندها دم طبيعي. تيجي البوستيريور ديفيجن بتاعنا للناس الصح. البوستيريور ديفيجن ده جنبها كنت رايح للامر. نهى قعد. طلع الدكتور انت بتقول البوستيريور جاي من نقطه الانفصام ورجع للامر. هي اللمده دي نجيبها ازاي؟ اللمده دي التقاء سيرجيكال مع لاندوير. ما تتحسش. لما بتحس اكسترنال اكسيم تابروتيوف. اباب ليفل 6 سم تبقى اللمده تبقى يبقى لما اجي اقول اللمده دي اللي انت بتكتبها كده في الكتاب يبقى اللمده دي فين يا عم؟ اللمده دي اباوت 6 سم اباوت مين يا ولاد؟ اباوت اكسترنال اكسيب تربوتيوبرز. كل اللي قاعدين قدامي يقدر يحط ايده على راسه من ورا يجيب اكسترنال اكسيب تربوتيوبرز اعلى عنه فوق 6 سم يبقى تقريبا المنطقه اسمها ولاد لمده. اوصل الخط بتاعنا زي مين ده ولاد؟ سيرفس ثلاثه بتاع الهيفيجن وسيرفس مكتوب بس سؤال ده من سيرفس ثلاثه من الارض بعمل كل الهاجرز اللي انا قلته ده تعمله سيرفس ثلاثه قدامي. زي جوه الارش نقطه عليه وفاهم 2 سم نقطه ثانيه يبقى ده الارض قبل ما بتلف من نقطه الانقسام لللمده اللي ورا يبقى ده بصير دي بيجن من نقطه الانقسام للتالي ومن التالي لنص المسافه بين النينجل والانيون ثاني دي بيجن انتير. الطلبه اللي قاعده قدامي الوجود معاها في الدرس اسمعوا كويس قوي. قالوا دكتوره ساره ماهر اللي رجع ورا ده مين ده ولاد بصير اسمعوا كويس قوي. انا مها يا مها يا مها البصير هو رجع ورا ريدي بمين؟ قال دينا ريليتد البوستيريور از ريليتد البوستيريور بقى از ريليتد الريليتد يا ولاد قلنا سوبيريور البوستيريور ريليتد سوبيريور تمبورال جايز اللي بيكونتين ايه؟ اليوتيتوري
فيلم اللي هي ارياك 41 42. هقول الكلام ده بقى تاني. البسيط جدا من شرح بنات جبنا واحد حسين قالوا لنا نضحي بيه. قطعنا الجلد دخل دماغه كسرنا الارض لقينا البسيط جدا راجل شدناه لقينا الديورا مد هركنوز مد بيا مد دخلنا جوه ده البرين اهم جزء من البرين جاي من سوبير تيمبو جارد اللي فيه الانتر سنتر اللي هي اريا 41 و42 تاني. يبقى هسأل سؤال للطلبه الشطار قوي 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 منهم كسلين يا دكتوره ايمان او امل امل مش كده؟ ايمان قالوا ايمان والشطار قوي بنقول فيهم ايه؟ الانتيرو ليت اللي جالس والبوستيرو ليت اللي جالس لو في دم ضمير. الانتيرو كان ليت اللي جالس اسمه بري سنتا جالس. اما البوستيرو ليت اللي جالس اسمه سوبير تيمبو جالس ستاندرس وفنيور انابي. قالوا سوبير تيمبو جالس ده في ايه؟ قالوا في الانتيرو سنتا. قالوا طب انت قلت الموتور اريا اسمها اريا اربعه. طب الريديتور دول اسمهم ايه؟ اريا 41 و42 اريا 41 و42. انا معايا رقم تليفون جديد يا ولاد اللي عايز تخش بيها تسجلنا عليه. انا مستني شويه 01 92 عجبني قوي 4 4 4 5 5 4 6 4. وكمان بيدي ليه ده ايه؟ البرنش اسمه بتروزر برنش، اسمه بلاد بتروزر برنش.
مش عايز تقدر كل اللي انا قلته ده ما تقربش عليا، لان انا اشرح فيش اللعبه في يوم ما فكرت في البيتروزر فين. يبقى في بريتشز بيتروزر بريتشز قليل بيتروزر بريتشز قليل بيتروزر فين. بيتروزر بريتش يخش بيتر البوم في الغيام ويكتشف جواها النرف اسمه فيش، والجانج اللي بتاعته اسمها الجينيكليب جانج اللي تبع الفيش، وكمان بيسبلاي بيت كتير. اما طبيعي تاني في بريتش تاني اسمه السوبيريور تمباني. السوبيريور تمباني ده يخش ميد كتير على الكلال اسمها الكلال وتنسور تمباني. انا ما خدتش ميد كتير ما اعرفش الكلال دي صراحه. فبدنا بس السبلاي العضل اسمها تنسور تمباناي السبلاي ميد ديب كامل اسمه سوبير تمبانيك ارك. اي تمبانيك تبقى ميد ديب، اي تمبانيك تبقى ميد ديب، موضوع مفهوم. سوبير تمبانيك ارك هيخش الميد ديب على الكلام اسمها تنسور تمباناي. انا هقول حاجه للشطار قوي قوي اللي مش شاطر ما اسمعنيش شويه. اسمع يا عمرو القلم بتاعك، اصحى يا عمرو. اللي فينا ذاك مره ده يعرف ايه؟ في عضله في الاسكان بره اسمها بوب وجنبها جريتر وين. كان بينهم هنا جروب، كنا جروب فور كارتريج اسبارك بتاع السيشن تيوب. وكان في فورم في الاسكان هنا اسمها فورامين سباينوز. الميدي فيجا ارت راح مش في الاسكان فورم سباينوز ماشي. يلاقي جنبه جروب بتاع السيشن تيوب. يطلع منه برنش يخش في الجروب ده. السيمش في العظم كده. يلاقي كلام ضيع قوي اسمها كلام بتاع تضل اسمها تنسور تيب بانايت. اسمها ايه؟ تنسور. يدي العضله دي بلاد سبلاي يروح مستقبلها كبير. البرنش اسمه سوبيريور تمبانيك. اسمه ليه؟ سوبيريور تمبانيك. يبقى السوبيريور تمبانيك ارت عشان يخش الميدي فيجا هيخش عن طريق الكنال بتاع تضل. لما تاخد الميد دي هتبقى عارفينها ان شاء الله باذن الله كويس باذن الله. وبالتالي الناس اللي عندها دم وضمير اغلبنا لا كده ولا كده. ليبرا شت الارض على الست. انا ده بدخل سكاي. انت منين جاي برينج؟ ديورا. انت العظم بونور بريوس. بعت الاوربس الجنج اللي جنبه اسمها تراجيمي. بعت الاوربس اوربس البرينج. بتروز البرينج اللي بتروز بون. دخلها وصفيه كذا وكذا ما اعرفهمش. برينج كتير اسمه سوبيريور كمبانيك. كان خدنا انتيور تمبانيك زمان. بس برضه ما قدرش يبقى عندنا كام تمبانيك عنده عليك اثنين. هنعدي مع بعض في 14 تمبانيك في يوم من الايام وازن لكم بيهم. كلهم في انتيور تمبانيك وبوستيور تمبانيك وسوبيور تمبانيك وانتيور تمبانيك. انت بقى في رقبتك دلوقتي اثنين. سوبيور تمبانيك وانتيور تمبانيك. بقى لك عندي اثنين لغايه ما يخلص الهيدر درينك. وبالتالي بينا مع بعض الطلبه الصحيين اللي عنده دم وضمير ارض اسمه ولاد ميد ميدي ار. انا دلوقتي جالي عيان مضروب على دماغه. وعرفت ان الارض اللي نازله. اتاكدت ان ذلك بعمل عمليه اسمها ترفاين. لو حد فينا فاهم. على ترفاين اوبريشن اللي بنفتح الدستري سميناها عمليه تربانة. على تربانة اللي هي ترفاين 3 فاين. على ترفاين بنكمل فيها. شوف جدا العيان. تلاقي العضل اللي موجود شوفها. تخش تلاقي الارض تخش وتجيب شنيور. تفتح فتح تلاقي الارض. تشيل النزيف تقلل الكومبريشن اللي على المخ. تربط الارض تقول لي نربط الارض اربطه عم الارث مود الارض كتير ايوه بوظته كانه مش موجود انسى بس اربطه عشان ما ينزلش على المخ. العمليه دي اسمها ولاد ترفاين اوبريشن والفتحه اسمها ترفاين اوبننج. ترفاين اوبننج دي زمان كنا بنسيبها نحطها في الجلد ونفشها بس. دلوقتي عاملين مواد اكريليك صناعيه طول ما هي في كيس سنان الطريق اول ما تطلعها تشم الهواء تعرض الهواء تبقى هاي بي هاب كانها بقى زي البورد. فالدكتور في العمليه يعمل عمليه يلاقي الحته بتاعت كده بتسمها في المسكن ناقص. يطلع الماده دي يقصها قد الحته اللي ناقصه ويحطها في مكانها. وذن هو واقف وسط عمليه الافيرج ريجن يغطيها بالجلد والفرشه وتبقى مثبته روحها في العرض كده ما تخلص على كده ما طلعناش عيننا زمان. كان عيننا زمان قبل المواد دي يبقى عنده صور في الدماغ يخش كده يقعد يعك في حقول في راسه. انا ولادي زي كده ولادي قاعد يلعب في مخه يلعب في مخه قاعد يلعب في مخك عادي حط صبه كده اعملها كده شويه. فالفتحه الصفيه دي هتبقى فبالتالي موجود برضه صفحه اسمها ترفاين. اه مش كده ربنا يخليك يا سيدي بعد كده اقول ايه؟ تحقيق الدرس ايوه احمد كده. الدنيا برد؟ لا يد عيانه. كل عيل قاعد يحصل يبص على وشه مش كده بس.
الذين صوروه مش أنا ليه؟ ده مين اللي ينزل الأرض دي ميتورز يتقطع زي ده لازم. المين اللي ينزل الأرض دي ممكن يتقطع كورنيا يتقطع. المين اللي ينزل الأرض لازم ميتورز يتقطع. And the temporal fracture of temporary or by entry بعد كده by or by any entry separating the dura from the bone. أي حاجة تفصل الدورة عن البون لأنه ماشي بين الدورة وبين البون هيبقى followed by hemorrhage between them بين الدورة والبون. Refining اللي هي عملية التربلة may be necessary لازم تبقى مطلوب to reduce the cerebral compressions عشان نقلل الضغط على المخ. والعملية دي بتؤدي كتير جدا جدا في الأصل يعني يمكن بير دي 10 15 مرة في التانية. الناس لما بتتخيل بين الخشومية بتضرب بعض الخشومة على دماغ بعض وعربية بتتقل طبعا الواد قال العربية بتتقل كتير. كل الكلام ده بينتج عنه ان الناس عندها ضيق داخلي فتلاقي هو العملية دي عملية ايمرجنت الطوارئ شغالة على طول. العملية والعربية بتتقل مع بعض ميد ميد الارت ادريتد 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 والدريتد ادريتد ادريتد وسوبر سوبر سوبر ده كمان اشهر ما حدش يقول هيجيبه مع اخواته ولا هيجيبه سمر كده الوقت الصفحة دي على بعضها بس يبقى لو في السعوديه ميد ميد الارت. عندنا في عضله اسمها لاتر انترجويت ولا سبيل الريليشن بتاعتها زمان هنرجع لها. وطبعا ما كان نيرف طالع معدي على اللور هيد قبل ما هيد هو اول ما طلع تمام
قال طب في بينس بريكس تلاقي معايا اسمها الجوز بينس بريكس قال طب مين الاقمع ريموس خدت مني المنفي اللي قلت لي ريموس بقى كده بيغطيها كده ولو انت افتكرت الريموس بقى ستيك العضلات نتقابل كيلو من فوق اسمها تيمبوريلي راح الكورونيك بروسيس بعد ما قلت عليه من بره اسمها نسيت لما باجي اسال سؤال سوبرفيشال ريشن تقدر تقول لك تيمبوريلي سوير نسيت وسوبرفيشال هيد اوف مين ده افتر جود الله لو بتفهموا اللي جاي عندنا بنات طلب التصحيح دي سكال كان بتاعتنا اللي طلب الصحيح يا اولاد ده في ايه؟ كان في قلب المرض اخر حته كان اسمها ماجزيلري تيبروست تطلع منها هيد اسمها سوبرفيشال هيد اوف ميديا ترجوي الحمد لله رب سوبرفيشال هيد اوف ميديا ترجوي تبقى لازم تروح الانسرشن بتاعها قال طب رايك اللور هيد اوف لاترال ترجوي لور هيد اوف لاترال ترجوي لور هيد اوف لاترال ترجوي لور هيد اوف لاترال ترجوي لاد على لاترال ترجوي بالاثنين بره حلو قوي لازم كده من بره لاد لور هيد اوف لاترال ترجوي لازم كده سوبرفيشال هيد اوف ميديا ترجوي جاب المجزره تبص لك بقى كده يبقى دي راكبه على دي دي راكبه على مين لو كده سوبرفيشال هيد مين ده ترجوي راكبه على مين على اللور هيد اوف لاتر ترجوي انا سنه دكتور ده كان في عضله اسمها ديب هيد اوف ميديا ترجوي بتطلع من لاتر ترجوي بليت بس من جوه دلوقتي بقى من جوه البر لاتر ترجوي بليت لاتر ترجوي بليت لاتر ترجوي بليت تبدا عليه عضله من جوه كده ديب هيد اوف ميديا ترجوي وبعد كده تحط عليه عضله من بره اسمها لور هيد اوف لاتر ترجوي عامله كده من بره حلو قوي برضه في العيال لو في ماكسيلر تبروس طلعت منه عضله تبقى مين العضله اللي طلع منه سوبرفيشال هيد وعلى هذا الكلام لو حد سرحان لفت الجوي بليد لزقت عليه عضل ومن بره حطيت عليه عضل وجيت حاطط الماكسيلر تبروس عضل يبقى كان اللور هيد بدل لفت الجوي اتحوطت بين مين ومين لما كده سوبرفيشال ليه مين ودي ليه مين دي بلا دي بيت وميديا الجوي وسوبرفيشال ليه سوبرفيشال هيد وميديا الجوي يبقى ترى اللي صاحي معايا انت نبص مع بعض ماجزيلا للطلبه الصحيين نسيب وده لاتر ترجوي بليد وده ماجزيلا تبروس هنوصل مع بعض لو انت في عضله هتاخد كل من هنا وتطلع لفوق كده لوبر هيد اوف لاتر ترجوي انت لو في عضله جايه من جوه ونزل كده دي بلاها وطارت قالت تبقى ديب هيد اوف ميديا ترجوي لو عضله جايه من ماجزيلا تبروس ونزل كده تبقى مين؟ سوبرفيشال هيد على هذا الكلام يبقى هنا العضله اللي اسمها لاتر ترجوي سوبرفيشال ليها سوبرفيشال هيد اوف ميديا ودي لها دي بنت دي ديال هي كانها ساندوتش بينهم هما الاثنين برضه بس كده قال ارجع اسال سؤال بقى وقت ذا سوبر بيتشر ليش ثلاثه في الجول دي سوبر بيتشر ليش ثلاثه عايزين نعمل مع بعض هل الناس اللي عندها دم ضمير ارتري سكن ضغط في الدنيا نون فكر بين ترجوي بين عظمة ريموس بتعمل ريموس بتعمل حتى الخير ثلاث عضلات اخوات ايه اخواتها؟ هلك مسيتا تمبوراليس مسيتا بريماس من بره تمبوراليس كورونال بروسيس والسوبرفيشال بتاع الاسماء ميديا ترجوي يبقى السوبرفيشال ريشن بتاعتنا هي عباره عن مين؟ الثلاث عضلات الاخوات وزائد عضله الدمام وزائد الحاجات الموجود ارجع اسال سؤال مين ديب ريليشن بتاعتنا؟ الديب ريليشن تو ارتريس ديب ريليشن تو ارتريس وتو مصر وتو نو وزائد واحد ليجا من تبع طلب مع بعض ايه دي بريليشن بتاعتنا للطلبه الصحيين هم طلب ان ده دم الضمير الريد الناس اللي عندها دم الضمير كده صافيه بص معايا البورد قبل ما تبدا عندنا مين ده ولاد؟ دلوقتي الراجل وبعدين كده مع بعض سألنا سؤال ده اوربت انا بقى اللي جواك الارض انا صار على دوت ثلاثه في الجود بليت وهي ده جو فورم الاوبال فورم سباينال الفها عندنا في عضله اسمها تنس وباراتايب بتطلع من السكال وتروح السوفت بلد وعندنا عضله اسمها ديب هيد اوف ميديا ترجوي كويس قوي دول عضلتين ما بتجيش في نرف كان بيبقى نايم على التنس وباراتايب اسمه منديبي وراح حد فينا المنديبرا كان في الريشه بتاعته على القدر اسمها تمشي فرنطاي كان بيبقى مش عارف بينهم جانج سواريز كان حط الجانج وحط فينا فاكر ايوه بس كان دي مش فاكر ده المنديبرا نورج قال المنديبرا نورج نايم على تمس فرنطاي بتروح البلد المنديبرا ده بيتقسم من تي و سي وبتصير ده اوريجينال فيمتا ولينجوال فيو الف ولينجوال ده كان بيجي واحد تحت معاه من ورا اسمه كوردا تمبرال يبقى كده لما اجي تقول لي لا تنزل جوه
يبقى دي بتاع النيرفين وعضل. مين النيرفين ومين العضلتين؟ قال النيرفين عباره عن الديبلر كورد هتبقى نار. طبعا الديبلر شفت كلها موجود، مش هقعد اقول بقى كذا وكذا وكذا، انا بقى كده بعض. قال الدكتوره، قال الدكتوره ده اسم حلو جدا، مهم جدا جدا جدا. قال بعد كده وليه؟ يبقى دي ليها ولاد من دي برانر سكور داخلها وعضلتين. مين العضلتين دول؟ مين ده الترجوين ومعاه التنسور بارافاج بتقف. ارض ليها هتخش فورم الكوبال، ارض ليها هتخش فورم الاسبانوز. اكسسوار منين الجلد ومنين مين؟ اللي جاب انت موجود اسمه تشينو مانديبيا ليج. تشينو مانديبيا ليج مش بيطلع من حاجه اسمها سباينو ديسكلويد بره الفورم الاسبانوز. تشينو مانديبيا ليج المفروض تحت الجلد بيسبب تروح حاجه اسمها لينيا. يبقى لو انت قلت معاك كده اللاتر ترجوين تكبر كده، يبقى الناس اللي سطحه بقى تقدر تقول لي بقى اللاتر تيجوي بتاعت ايه دي بريليشن بتاعت الوزن. بعدين يا ولاد تو ماسلز، مين التو ماسلز اللي موجودين؟ تنسر بلاتاي، تنسر بلاتاي، تنسر اوريال بلاتاي. معنى ايه دي؟ الهيد اوف ميديال ترجوي. الحمد لله رب. وايه تاني موجود؟ عندنا تو نيرف مانديبلر برانشات ونيرف اسمه كوردا تمبرال الفولت. وعندنا مين تاني؟ قالوا في تو ارس ميد المينينجال واكسس المينينجال الكلام كويس. وليجا من جاب السبايرو ديسكنويد يبقى ماشي دي بالعرض ويطلع لبره كده السبب تروح في حاجه اسمها لينجوي اللي تطلع بندل من جوه. وعلى الكلام لو خدت السرحان دي لازم تبقى الدكتور اسمه زمان كان بيقول الطلبه الطلب الذكي اللي عارف يتخيل الانفرانتمبر فوسا دي ازاي ولو اشتغل جراح يذاكر ده ترتيبه كويس. انت اللي بعته بيك بتسمع الريليشن دي بغبغاني 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 وقاعده تفصل انما قاعد بتبص كده ليه دول تيمبرال نيرفز جايين فين عند الابر بورد وبدات تسال نفسك هما جم منين؟ انتيريور ديفيد اوف مانديب ده نيرف تو ماسيت. طب ده الباكا نيرف خارج من بيتوني تو امتداد لمين؟ انتيريور يبقى انتيريور ديفيد اللي تبع. جينا قلنا مع بعض مين اللي ظهر عند اللور بوردر؟ لينجوال ريفيور الف. دول جايين منين؟ دول كذا وكذا بتوع بيتوني ديفيد. طب مين اللي بيتوني تاني؟ الباكا نيرف خارج وارت داخل. مجزيه الارض اللي مش عند اللور بوردر مش سوبرفيشال اللور هيد دخل بيتوني تويت. ارجع اسال نفسي بقى مين سوبر فيشال لها؟ هتقول لي بكر نيرف كان انتيريور ديفيجن كامل ومجدان الارت وفينس بليكس زائد الريمنس والدماند والكاس الكلام ده من بره. والريمنس دي لازقه في كورونا بروسيس بتاعته عضله اسمها تمبوريل. في من بره عضله اسمها ماسيد. في عضله اسمها سوبر فيشال اللي في ميديا تلجون سبب في مجدان التبروس العدد اللي هحطها صغيره. قال طب ومين اللي ديب جوه؟ كان منديبلر نيرف. والمنديبلر نيرف كان ليبريتش اسمه لينج وكان من ورا حاجه اسمها كوردا تمبانار. الكلام مش غريب. قالوا طب ده في ارض داخل في كلب فورم سباينوز ماشي دي بلاها كان بيطلع وكان بيكتب كده وزيه اكسنسور منين؟ وفي نفس الوقت عندنا اولاد توماس تنسور بارتايم ما درسناش في المنهج وميديا ترجوي كان لها ديب هيد طلع من ميديا تنس اوف ذا ميد ذا لا تنس ترجوي بليد. القصه ديت تترتب في مخ اي واحد فينا كطالب الاته من مخ تاني عن طريق لا تنس ترجوي. لما تقعد تحفظ الكلام وكل حاجه جت هنا كل حاجه جت هنا ليه؟ مش فكره كده نص ساعه ده ساعه ده ساعتين ده ثلاثه ده ترتيب المذاكره عشان ممكن يبقى في انا مش فكره ده اذر وايز انت حافظها عشان تنساها وبالتالي يبقى استفدت منك. عشان كده انا ما بقدرش اوصف لتر تلجوي في اول الثانيه ما اقدرش اجيب اول امبورتر بوصه قلت تعالوا نسمع الريليشن كان زمان دلوقتي غطيت من الشباك مش الحمد لله لما دلوقتي اللي فيكم يفتح بقه يخفف الكاتب مش الحمد لله الراجل طبيعي فلو جينا مع بعض كان كل واحد ساكت لما لو قلت الريليشن من حصتين كان كل واحد هو مين النبي هو بيضحك علينا ولا ايه؟ مش كده لا انا عارف الطلبه طبعا بالشر اللي ماليهم زي سيد مثلا ما بيفرقش معاه حاجه اسمها راجل سيد انت شرحين وقريت زي ما انت احسن واحد شرح لك معاك عايز قال لك ايه؟ انا هيك والله حرام والله حرام والله انا هقول حاجه كده عشان نكمل درس انت كمل تاني ما ينفعش واحد يفكر الطب بعد كده ليه؟ الناس تقول على الكليه بتاعتنا ما تقول طريقنا صعب طريقنا صعب بس عشان فاكر يعني انا اتوقع ان في عندكم باذن الله ان شاء الله لو بتشتغلوا العمليه اقل عمليه هتوصل 50 سنه زي العمليات اللي بقى والناس هتبقى لسه بتتكلم في مقدمات الالبان احنا دلوقتي بنتكلم في خمسه وسته الولاده الطبيعيه بتتكلم في 1000 و2000 والسيدانيه بتتكلم في 4 و5 وانت لو شفت مرتبات الناس اللي في الوظائف الحكوميه او البنوك اللي بيقولوا مرتب قد كده اللي بيقبض 15000 جنيه في البنك بيقولوا ده مرتب من الصوت انبهر بيه انت بتاخده في يوم الصبح لما تنزل بدري تعمل على الاثنين قبل ما تروح في انا طبعا الموت عشان عارف الموت دلوقتي ماديات غيرك بقى بان ربنا بيسهل لك حاجات ثانيه انما الموت بقى مادي الكليه كلها فلوس ما بينها تاريخي
عايز واحد بس يبقى كبير على مستقبله، لان اللي انت تكون حاجه هتندم عليها اللي هتروح في المستشفيات بتاعت مستشفى وزاره الصحه يقف في مكان ما حدش يعرف حل. مش كل مستشفيات وزاره الصحه مستشفيات كويسه جدا، انما ان جنرال مستشفى لا الاخصائي عارف ولا الدكتور عارف ولا حتى عارف حاجه خالص. انا في باب العام اهي موجود هنا من باب الموظفين جنب نادي التوفيق. انا رحت هناك والله اكتشفت ان دول الدكاتره كلهم الحمد لله الحمد لله الواحد ما اتصابش من شغال هناك. طبعا في دكاتره محترمين في المستشفى، انما انا شفت نايف الشيبس مقطوع والممرضه بتتمسخر فيه عشان عين محروقه. انا كنت واقف كده بقى شباب والله العظيم عايز ادفع الواد وهي واخده وشين تلات وشين، مش قلت لك تعمل مش قلت لك تعمل بتدي له اوامر كده حاجه واحده. هي دي واحد اخذ بيه الدنيا الايه؟ ان هو بيتعلم ما يتعلمش كويس، فما بمسك دماغه علم طب اسمع مني. قلت له انت ما علقتلوش المحلول ليه؟ هل هو لا علق المحلول ده عيان؟ هي طبعا بتعلمك كلمتين ان المحلول يتعلم المحلول. هو بقى اكل من دبه لان عمره ما فتح كتب. هي الفكره جامده والله انا بقول لكم الحق يعني. الفكره طريقه في الدينا وكليه كويسه جدا مش كله عليها ما يقولوا ويقعدوا بس برضه ويعملوا يعملوه يعني. اتعب شوية أحسن من انت ما مليش تاكل هاي ولاد. لما نفتح الهجوم تلاقي وحش كيف ولاد كسبت بعض الناس تلاقي برين. لما في بعض الناس الدكتور نسيت تلاقي برينين بقى. هاي برين ولا تسكر ولاد. أي واحد ما بيتذكرش خلاص أنا مش كويس. هاي ولاد هي واحدة الخاصة الجاية معانا كما جبنا. النهاردة الساعة 1:30 أو بكرة الساعة 6 بكرة 6:15 أو الخميس. خلاص يا احمد يلا معايا. انا ولاد اسمع بقى اللي جاي. لما انت تتمنى اي واحد فينا ولاد زي البرين. البرين ده عليه ثلاثة كبر من جوه بره الام الحنون فيها مرض. والام العنكبوتيه على كينويد من ديرسون نيرو اناتو من غير توجه. من بره تيجي الطبقه اللي اسمها ولاد ديور. الديور اوسكار للبرين من بره بتتكون من طبقتين، طبقه خارجيه وطبقه داخليه. فالديور كم طبقه ولاد اثنين. طبقه اللي بتبقى لازقه عرض دي الاوطى ليه؟ الطبقه تبطلها من جوه هنا ليه؟ الديوره بتاعتها بتكون كام طبقه ولاد فيه؟ هنا رواق او هنسمع كويس قوي غير ما نسمع. يبقى الناس اللي هزقها ده ضمير وغلبنا كده. تفتح دماغ واحد تلاقي الديوره مصر. الديوره مصر بتكون كام طبقه ولاد فيه؟ اوطى رواق هنا. الاوطى دي لازقه اهو والهنا بتبطلها من جوه. وبعد كده تيجي الاركينويد وتيجي البي. البي والاركينويد بتدرسوا مع البرين في النيور انا من الدرجه يجي الديوره اللي بناخدها في الهدان ليه؟ الام الجافيه اللي هي سترونج فايبر ستيشن بتتكون من كام طبقه اولاد اثنين اوتر واي هنا. يعني الورقه دي تمثل طبقتين كده واحده كده والثانيه لازقه عليها من جوه. الاوضه دي احنا قاعدين ليها ليها سقف وارضيه وجدران اغطيها بول بيبر ورق حته كده فوق وتحت كلها واجي احط طبقه ثانيه. يبقى كان الاسكامبنج بتبطل بكام طبقه ديورا اثنين اوتر واي هنا. الطبقتين دول اولاد في بعض الاماكن يسيبوا بعض ويعملوا فراغ مليان فينس بلاد تسمى ديورا فينس ساينس زي كابيرنا ساينس. يبقى كابيرنا ساينس ده عباره عن ايه؟ طبقتين الديورا في سيرت اريا سابوا بعض ومالينا المكان اللي بينهم ده دم سميته كابيرنا ساينس او في سيرت ساينس اسماء كتير. انا استنى ده في لعبه ثانيه. الدية اللي خارجه على الارض على الارض كده مفيش اطراد عليها. الطبقه اللي اتقلت عليها من جوه كده. قال لي لا ده حصلت حاجه غريبه جدا. الطبقه اللي جوه سابت الطبقه اللي بره ونزلت تحت عملت ليه حاجه اسمها ديورا فوق. الفوق ده يا ولاد عامل زي كده بالظبط.
المنظر يبقى من كده. الاقي ان انا كنت قمتي الفيسكال كابيتال دول هنا. انا بيه. لو ديت عامله كده. الطبقه اللي لازقه الارض دي انهي طبقه اولاد اب؟ ما تسيبوش. واللي اتبطلها من جوه دي انهي طبقه اولاد انر؟ هي دي اللي هتلعب اللعبه كلها. الانر لير دي الاقيها دخلت لجوه. لما دخلت لجوه عملت زي فولد، الفولد دوت ينزل تحت كده عمود. الفولد دوت اولاد يمتد بين اجزاء البرين. فلان الاسكال عامله كده، مين اللي نازل منها؟ ده الفولد. الفولد ده نازل الراس الثاني، مين اللي عملت الفولد دوت؟ الديور، انهي طبقه منها؟ انر. المنظر هيبقى عامل كده، بص جاي. لو ايش الديورة عاملة كده والديورة عاملة كده، شايفين المنظر ده كده ولا لا؟ فين الانر لير بتاع الديورة اللي جوه؟ نزلت وعملت تاني، اللي عملته تاني تسمى الديورة الفوق. طب انت بتحط نص برين يمين نص برين شمال. البرين فين سوفت؟ الديورة ديت بتثبتها بره فوق في العض في الاوتر لير. طب اللي نزل ده مش ثابت في البرين بس داخل من اجزاء البرين، يجي برين عايز يتهز. مين يمنع انه يتهز لما جينا وجود الحاجز دوت؟ لو دخلت انت البرين الفيري سوفت في الاوضه اللي فيري هارد ممكن يروح يمين ويمشي شمال كده. يبقى كان حصل البرين بتاع ده باظ. فلما نيجي نقول مع بعض الديوره هتنزل الفوز وتخش من اجزاء البرين اسمها الديوره الفوز اسمها برين الديوره الفوز. فانا الحصه الجايه لسه هتكلم تاني بس انا زي كل الدروس تاني معانا الاسكان الحصه الجايه معانا الاسكان الحصه الجايه.